بيت مغالي؟ يب. والله؟ اي والله. خلاص دور. يلا حبيبي. بعيد يا عيال. الغالي هذه يمكن يتابعنا، اسمعني، الغالي هذه يمكن يتابعنا يرسل لك 70 وحده عشان معضي. هبا في سطر اسوء. طيب. معي خذ سطر. واذا كان ما يتابعنا. واذا كان ما يتابعنا ولا هو علي ان شاء الله يوصل المقطع ان شاء الله يشوفه باذن الله. ما هو بالدنيا كلها عشان طيب يوصل. طيب متعب غالي عندك؟ اي والله غالي. هاي بجيب لك واحده مثلها. ما اقدر، والله ما اقدر. ابو محمد. والله العظيم ما اقدر صدق. ابو محمد. والله العظيم ما اقدر. من ذا يحبك انت؟ من ذا يحبك؟ اقسم بالله انظني فرح يوم قلت انا احبك. بس انت يقلدني. انا احبك. انا ومتعب نحبك ونموت فيك ونعشقك ونهواك. لا. لا. انت رايد عسل. انت الله رايد شمل. الشباب يواسون وفؤاد يجرح. اهاب في فم. هذا اللي متاثر متاك. والله انك متاثر. عرفت العين اللي متاثر متاك. هذا حياتك. هذا حياتك كلها ازرق واسود. انا عبد الله. اسمع حبيبي تبغى عصا؟ والله انصح. تبغى عصا؟ تبغى العصا؟ تبغى العصا؟ العصا مو العصا. ايوه تبغى العصا؟ ايه. صاحا وتناخا ودوروا بعذري. والله ما ادري من يجيب عليك. والله العظيم خلنا نفتح لنا موضوع. والدم بيه. ختم انا مقفل شيء. وانت سلحان نفضل. لا بس الا ورب هذه ما انا السولف فيه وانت تسولفني ولد. فؤاد تجرح. ولد ايش تبغى؟ انا رايق. لا تجرح. رايق. اجرحني بعد معه. قر يا رجل. اجرحني بعد معه. الله زعلان. هم راح يخلوني بالغرفة. تعال تعال. هم بيستبعدوني بعدين يجيبوني الغرفة. ولد مالك؟ مالك؟ اقعد. خلتي. انا ما قلنا اتفرش وربي. الله. عرفتوا الجدات يودوا لهم الحدايا. لا شوف الجلسة. والله انك صادق والله. لا لا عيوني لا. القعدة كذا ال. حياتي. اوه ابغى ايش اسوي بهم؟ ابغى ام. ما لا. لا والله العظيم المفروض يوميا. يا اخي شوف يقول اقعد ال. ال ولا يو يا عيوني ترى ما حد دار يو مالك بس انت كم ياو لا انا اسوي مش اسمه ايش قلت قبل شوي يوغا استجماع لا مو استجماع استرخاء ما يقول لك الله يهديك استرخاء ما يقول لك الله يهديك كيف يقول وش عندك اللي عايش معهم الله يهبلك كل حياتك في تري هي كذا يقولونها؟ ايه ضبطها ولا عيدها؟ ضبطها والله؟ اي لايك بعيد يلا عشان اجيكم والله هذا الريال اقسم بما اعلى القصر جيبوا عصاي جيبوا عصاي العصا لمن عصا يا عيوني انا ودي صالح مكسر اذا يسمعنا هو تبغى عصا؟ طيب اقول لكم شيء تبغى عصا؟ انا عصاك انا عصاك اللي ما عصاك يلا 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 ريالتي عشان انا اللي اسولف معه اعرف هو مين ريالتي فهمت كل واحد يحط في جبهته ريالتي يوميا اذا بتروح تعرف بتروح تخصص كم ريالتي حلو وقبل تطلع منه يقول بريحه كذي ريالتي نفس موضوع ريالتي. تذكر ممتاز ويكتب ايه لا خاتم ثاني تدري وش خاتم ثاني تدري وش هو تدري وش الخاتم الثاني ريالتي تدري وش الخاتم الثاني نفسيه ولا ممنوع لك تراب ايه ولا اسمع اليوم عيضي جاي معك ايش؟ عشان انا عم اجيبتك معك ليجا ايش تجابك البرنامج؟ صح لا 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 ما استمر ليجا تحت البث ما مستمر افتح موضوع يا فؤاد يلا افتح موضوع افتح موضوع افتح موضوع يلا باذن الفجر ونقفل افتح وجهي بدون صوت خلنا نسولف في الريالتي هذا موضوعك وش الكلمه اللي الله يهبك ريالتي امين هذه اطلق دعوه نستناها احنا في السبعينات نبغى ريالتي في السبعينات؟ نعم ما عاد باقي بالعمر شيء يا اخوي على المسجد ريالتي اجيب الدنيا رجلي احنا الحين في اخر برنامج رجلي في البرنامج رجلي من برا السواق الحين السواق متى يروح البقاله رجلي في البرنامج ورجلي ان شاء الله في النهار لا بالنهار متى يروح يا فؤاد بن عبد الله وانت اول الناجحين وانت اول ما ادري على حسب بالله طيب يا في احد يبغى منكم ريالتي معي ولا بس عقلي قر بطلب ريالتي من البقاله في احد يبغى بكره ولا والله يا حلو والله اسمع ما تنباع في اي بقاله انا معك لانك تبغى تعطينا السنة البرنامج ما تنباع في اي بقاله ترى منو انت اولهم انا اول من علمك ريالتي اول ما جيت يا رجال ولا كانك باقي رسمي جالس يا رجال غير جيت ودخلتك معي في الروزيتو لك يوم جيت دبكت الروزيتو ابغى اكل رز قريت له عندي ما ابي شطه عليه ابني شطه ابني شطه مهما الا بطنه ما جرحك الا بطنه عندك فعاليه ضيحت عليه الرز بيحكي
اسمعني يا اسمعني يا عيوني، اسمعني يا قلبي، اسمعني يا بصري. ايش ذا يقول؟ اسمع يسبنه. لا 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 اسمع، ترى اللي تقول ما تنباع فيه بقالة، ما تنباع الا في السوبر ماركت وكبيره. امانه الريالتي فطره. الريالتي هو معي ما فطر. الريالتي فطره من الله. حلو انك تكون انسان ريالتي وش تنبلع. الله يعني لازم اشرب ماء لازم كذا تنبلع تنبلع المصايب لما اللي ما ينبلع يا يوم. لا لا والله ما انا بصدق يمكن يتجاهل. انت عين رقبتك انت ما تبلع شيء. يقول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذه خليني مسكت اليوم عليها تناقض يا عيال. خليك معنا هذا مو مريء اليوم حبيبي. انا اليوم بخربها اليوم بعيش جو اني ابغى اتمشكل معك ضيجي بكره. ايه ما قلت الا متى عبد الله بخينهم ما هم بحلوين. الله يقطع هذه اذا ما انتم بحلوين في عيني. ايش هو؟ وكيف لا والله مجرب يا عبد الله. الله يقطعها اذا كيف باقي نسمع صوتك؟ كيف باقي نسمع كيف لعب كل الشلال؟ كيف نسمع عندي بالنسخه؟ عندي بالنسخه كيف نسمع؟ ليه فؤاد؟ اي كيف يسمعون الجمهور؟ ليه صدق كيف يسمعون الناس؟ عندك محبين؟ عندك ما حد دخل فيني انا بتحرك على راحتي لانه انا الكاميرا اي امس وانا موجود يا اخي. عبر انت وياه قدر. عبر ايش؟ طيب انا ما بدي اعبر يا قدر ابو عبد. طيب وانا؟ أنا الكاميرا تصوركم يعني ولا شلون؟ لا وجودك عندنا هنا، وجودك عندنا هنا يعطيني طاقة إيجابية. أدري إن لين نصورك ونطلعكم للجمهور. لا يا ولد ما قد شفت الدلفين الراقد. أنت وصلت اسمع ترى المرور ما توصل هذا الحين. المرور توصلها بعد 10 أيام 11 يوم 12 يوم. هذه وش؟ جنون العظمة. المرور بعد 12 يوم يعني أنتم وصلتوها؟ تعديناها بعد. أنت الحين اجلس كذا. سبحان الله يهب لك ريالتي. عرفت اسمع اسمع اسمع. الله يهب لك ريالتي. اسمع بالله يا عبدي مكتفي بالله اخبطني مكتفي اخبطني واي فاي اخبطك. اسمع عرفت الدببح الدببح الصغار اللي في البقايا اللي يبيعون أنت مثلهم. هذا بيقعد يفكر كاية الله عليك عسل كل وقتي بالبطالة. يا رب اشتريني يا رب اشتريني يا رب اشتري. عند الحين عند دقيقة عبد الله عبد الله عند الحين ايش؟ دب انا دب البقالة على الطاولة. يا رب يشتريني. ليه يا اخي؟ الله يهب له درهم ياخذني لولده. دقيقة دقيقة احنا طالعين الرحلة احنا طالعين الرحلة يا رب اخذك تكلم. الدرك هذه بكم؟ لا 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 دقيقة 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 لا اصبر لا شوف شوف قري عقلي اسمعني كاري دقيقة اسمع دقيقة بعلمك. هذا دب الحين البقالة احنا نسميه جركل. طيب اسمع جركل ابو سبعة خليني اسولف. ما في غطا ذي ولا لا بخلي ترمس 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 ايش يعني اصبر خليني اقول. يا رب ياخذني اذا جاء واحد ما والله من جاء. يلا لا يلا لا يلا انت ترمس اخر شيء ولا كمان انا 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 ترمس ولا درك اخر شيء ابو سبعه. انا دبه دبه ماء. لا برميل دب. لا دبه ماء. انت برميل برميل نفط برميل نفط برميل ذهب. برميل ايش؟ نفط النفط برميل ذهب النفط فلوس. اجل وش وقفت فلوس والله ما تصير برميل مثلي اقعد. الدعوة غيره. ايه اجليش تصير برميل مثلي. لا عادي يصير عادي. لا لا انا اللي غالي برميل ذهب وداحم. ايش الحين بوداحم هذا تكسريده هو مجار من الكسر مجار ذهب يا عيدي ذهب ذهب يا رجال. انت شايف عروقه تقول اغصان شجر يعني ما تطلع عروقي من طرف عيب الدنيا ما تطلع عروقي. انا ما في قطع غيار لانك دب ما خلص لانك برميل. ونرجع على موضوع نشوف محور غيره يا اخي. والله العظيم الحمد لله يا رب. يلا خلينا نعيد خلينا نعيد. يلا انت دبت ما يلا 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 الدبه هذه بكم؟ دقيقه دقيقه ركب الغطاء مشوشه دقيقه بربطه دقيقه بربطه. الله يسعد امي يا ريادي والسامع اموات الجميع وياكم. يلا وياكم يا ابو عابد الدبه هذه بكم؟ خمسه. الله يهب لك خمسه. انا باخذ هذه. يلا قول لا قول لا قول لا قول لا 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 هذا سياره حوض. لا نحط بهبلي بالشمس عيال. هذه حكم البر في البر في البر عيال عيال ما قلت والله العظيم وقتها يدفني عيال 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 عيال. ايه ما قلت شفت ذهب مصدي انا بدي راح نفسي اعترف. والله العظيم والله اني طيب عيال انا ونستكم ضحكتكم ونقوم ندور ريالتي حقي. لا 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 تدور. اذا عندنا مصلي بعد الصلاه ما اقدر الوقت. عندي فقره بعد الوقت تخيل اسوي فقره امبي دون ريالتي امانه بالله. شنطتك فيها شنطتك فيها ريالتي؟ ها بلبسها. لا والله ما بيحت الريالتي. انا فين الشهاده حقته الريالتي اللي عندي؟
اجلد ثلاث سنوات اجلد معي شهاده اجلد شهاده التمثيل يا بابا شهاده التمثيل يا بابا الله اكبر التمثيل هم شايفين وجهك يعطيك الشهاده ولا معطيك اياها واي فاي الشهاده مرسلها لك لا 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 ما شايفين وجهك يسمون هذيك رخصه التمثيل ايوه يا على قدر ما قالها والله ما شفتها بس اني ما طلبتها صح ما انت يا مجوري لو كنت مقدم على انت الان اذا صرت تمشي حبيبي انت حتى الاثبات موريني اياه وقفت على رخصه التمثيل هذا احلف اني وريتك اثبات لا بدون حلف بدون حلف زين عشان اعلمك شوف يا انت بالتمثيل انت اساسا كذا ما تجدي الو شخص عارف ليش؟ هذا مو جدي عارف ليش ما تجدي؟ لان معك شهاده تمثيل جدي ولا عمي؟ جدي ولا عمي؟ بالله صدق صدق وجهي في قبول تبغى اذا طلعنا ان شاء الله اعبلك شهاده تمثيل الله يسفهني الحمد لله ايش؟ لا لا اقدر اتوسط لك واحط لك